أخبار العالم بإيجاز من غرفة أخبار قناة الجامعة المغربية، مرحبا بكم. أقر الجيش الإسرائيلي بفشله في تصدي لصاروخ وصفه بالطائش أطلق من سوريا وسقط بمنطقة بعيدة عن مفاعل ديمون النووي، في حين قال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل تسعى للتعثيم على ما جرى. بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي خريطة طريقة المرحلة الانتقالية، بينما جددت المعارضة رفضها لسيطرة الجيش على السلطة. أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن القاضي العسكري العميد حازم المجالي الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 من الموقوفين في القضية المتعلقة بالأمير حمزة بن حسين. سجلت الهند اليوم الخميس نحو 315 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في أعلى معدل يومي على مستوى العالم، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم 3 ملايين لقاح يوميا. حول المهندس ومصمم الديكور السوري عبد المعطي سعيد كهفا في الريف إلى متحف للتاريخ البشري والطبيعي يحتوي منحوتات تحاكي الآثار وتعاقب الحضارات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.